وافقت الهيئه الوطنيه لتنظيم المهن والخدمات الصحيه على الاستخدام الطارئ للتطعيم الذي تنتجه شركه فايزر وبايونتيك ضد فيروس كورونا وذلك للاطفال في الفئه العمريه البالغه من خمسه الى احد عشر عاما جاء ذلك بناء على التقييم الشامل الذي قامت به لجنه البحوث السريريه في الهيئه الوطنيه لتنظيم المهن والخدمات الصحيه ولجنه التطعيمات بوزاره الصحه للبيانات التي قدمتها الشركه. واوضحت الهيئه انه من المتوقع ان تقوم الشركه المصنعه بالتوريد لمملكه البحرين مع بدايه عام 2022، حيث سيتم تصنيع جرعات التطعيم الخاصه بالاطفال في هذه الفئه العمريه.